المملكه الاردنيه الهاشميه نسبه 90% منها بتعاني من ماده اللغه الانجليزيه جاي تضرب طلابنا في اللغه الانجليزيه اضرب في مواد ثانيه ما ناس بحكي معك بس جاي تضربنا في امتحان الانجليزي انا بدي احكي لك بشكل عام عن كل انجليزي طبعا الانجليزي مستوى الفصل الاول الفصل الاول بقول لك يا ذنبات نجيب اسئله صعبه رح نجيب اسئله سهله الفصل الثاني اسئلته اصعب من الفصل الاول بقول لك احنا زودنا 10 دقائق زودوا 10 دقائق على الفاضي ما هو الامتحان بده وقت بده وقت لحل خصوصا على المستوى الرابع قاعد قاعد بحكي على المستوى الرابع بده زياده 10 دقائق زياده 10 دقائق والاسئله كانت مستوى رابع اصعب من المستوى الثالث زاد 10 دقائق عشان ما يخوفنا من الامتحان انا مناي كنت ادخل جامعه انا كان علي فصل اول انجليزي أسأل الفصل الثاني قلت بشد حالي بشد حالي وبنجح بالانجليزي قلت لي علي الانجليزي الفصل الثاني والفصل الاول ان شاء الله بنجح فيه سهوله الاسئله نفس الفصل الاول يعني ما فرقت شيء وبالنسبه للوقت ما يعني مش هالوقت لماده الانجليزي انه كأمتحان انجليزي وكطالب زي هيك ما مش الوقت المطلوب يعني لا والله امتحان اليوم كتير سهل الوقت يعني زاد وزياده عليه بس امتحان امبارح كان كتير كتير كثير كثير صعب يعني تفاجئنا فيه صراحه غيروا نمط الامتحان اللي جابوه بالفصل الماضي